نعم، من الغرابات طبعا في كل باب في بعض الغرابات، أي باب فقهي في بعض الغرابات. وتلك غرابة من ابن حزم قال: إذا حلبت المرأة ثديها فوضعت في كوب فشربه طفل لا يكن ابنا لها من الرضاع، أنه بنى على المعنى اللغوي للارتضاع وهو المص. وهذا ليس بغريب عليه، فقد نقل عنه أنه قال: في البول في الماء الدائم إذا بال في كوب فصبه في الماء لا ينجس. طبعا هذا مخالف للعقل والنقل، إلا أنه ومع ذلك له مسائل جيدة أجاد القول فيها وحزم كسمه، حزم مسائل بناء على عدم وجود دليل فيها رحمة الله تعالى عليه. وأنت تعرف ابن حزم، يقولون كان أبوه رئيس الوزراء وزيرا، وكان من أسباب اتجاهه لطلب العلم أنه دخل المسجد يوما فجلس دون أن يصلي تحية المسجد، فقال له رجل: يا أخي قم يا أخي، ما عرف الرجل لا يعرف، قم صلي ركعتين يا أخي، لا تصلي إذا دخلت لا تجلس حتى تركع ركعتين. فقام، هو ضعيف الحجة وليست عنده علوم شرعية، ليس عنده علوم شرعية، فقام صلى. ثاني يوم جاء بعد العصر وقام يصلي واحد، قال له: يا أخي اجلس يا أخي لا تصلي بعد العصر. فقال: إذن لا جرم لأطلبن العلم، وشمر عن ساعد الجدي واتجه لطلب العلمين.